يا مساء الخير وأهلا بيكم في عالم العلمين. الحقيقة مهرجان العلمين في دورته الحالية بيرفع شعار كامل العدد، مش بس في الجمهور اللي حضر الفعاليات على مدار الأيام اللي فاتت، لكن كمان الفعاليات اليومية المختلفة والمتنوعة في المهرجان، سواء كانت الفنية، الثقافية، الترفيهية بشكل عام يعني، وكل ده بيناسب كل الأعمار وكل الفئات. حضرتك عايز تروح تحضر حفلة موجودة، عايز تتمشى في الممشى السياحي هتلاقي فعاليات من وزارة الثقافة موجودة، الأطفال ليهم مهرجان خاص بيهم، حضرتك عايزة تروحي تحضري تقعدي على البحر يعني في شاطئ عام من غير ما تدفعي أي فلوس، كل ده موجود وتحت يعني أمبريلا كده بتاعت المهرجان عشان الأسرة المصرية كلها تكون مستمتعة، مفيش أي حاجة كده يعني المهرجان فوتها. في الحقيقة الحفلات اللي كمان عاملها المهرجان لألمع وأهم النجوم اللي احنا يمكن شفناها في الفترة اللي فاتت، الكينج محمد منير كان في حفل الافتتاح، يعني الفنانة الجميلة ماجدة الرومي والقيصر كاظم الساهر اللي أمتعونا في الويكند اللي فات، لسه كمان بكرة إن شاء الله نجم الجيل تامر حسني مستنيين حفلته كلنا. وعايزة أقول إن تامر حسني دايما ليه كده مفاجآت لجمهوره، تامر بيحترم قوي جمهوره في الحقيقة، بيحب دايما انه يفاجئهم ويقدم لهم عروض مختلفة، فكلنا قاعدين مستنيين كده تامر هيعمل ايه بكرة في حفلته، هيفاجئنا ازاي، هيعمل ايه جديد. السنة اللي فاتت يمكن طار كده في الهواء، السنة دي هيعمل ايه؟ هو في الحقيقة هيغني مجموعة من اشهر اغانيه، خليني اقول القديمة والجديدة اللي تم طرحها مؤخرا، لكن كمان هو دايما ليه حاجة مختلفة اون ستيج بيعملها، ايه هي؟ هنتابع كل ده بكرة وهنشوفه. كمان مهرجان في الحقيقة بيستعد في الأيام الجاية بالفعاليات المسرحية واللي بتعتبر خليني أقول أبو الفنون كلها، عرض كده مسرحي مختلف كل شوية هنلاقيه لألمع وكبار النجوم. خليني أقول في مسرحية السندباد بطولة النجم الكبير كريم عبد العزيز، طبعا الفنانة نيلي كريم وغيرهم من ألمع النجوم، بالإضافة لمسرحية التلفزيون للنجم حسن الرداد وطبعا أمي سمير غانم. خلينا نشوف الأيام الجاية مخبيالنا إيه، ولسه المهرجان شايل لنا إيه، وكل يوم في فعالية جديدة بتظهر وحاجة جديدة، كل ده هننقله من خلال برنامجنا، فتابعونا أول بأول عشان إحنا كل حاجة بتحصل في كواليس المهرجان هننقلها أكيد من هنا. احنا تابعونا في الحقيقة كل يوم عندنا جديد، وكل شوية في حاجة مختلفة بنعرضها في برنامجنا، فكل حاجة بتحصل في المهرجان احنا هننقلها أول بأول.